هذا شكله واحد عيار ماذ الناس ويطلبهم فلوس. أكيد قالك عن سالفة بنته ومرضها. أيوة، أنت كيف عرفت؟ تراجاني مرة وللأسف عطيته بعدنا. تصدق أني كنت ناوي أعطي؟ هذه الأيام والله الواحد يتحير، ما يعرف من اللي محتاج ومن اللي يتعير. زين الحين هذا ما يفكر الناس اللي يطلبهم فلوس يمكن يكونوا بروحهم محتاجين. خليه يغيب، يجي له يوم وبياخذ جزاء. تعال، ما قلت لي ليش ضربت مطر؟ ليش ما ترد علي؟ أرد عليك إيش أقول لك؟ ليش ضربته؟ هذا السؤال ما في اختيارات؟ سلام، وبعدين معك؟ أمزح معك يا هند، أمزح معك. كذي يقولون المتصلين لما يشاركوا في الإذاعة. زين تذكرت مفتاح المذياع. طمنا يا هند، ذاك مثل السنور فيه سبعة أرواح. أنا خايفة عليك أنت، أخاف اشتكيبك.
تعال وقف، تعال دخل، تعال. يلا يا راسي يا كسر راسي. اسميك ما سويت شيء زين ابدا. انت كان لازم تشتكيبه. ايش؟ اشتكي به؟ يا ريال زين ان طلعت بالسلامة. سلام كان بيقتلني. العم سلام يقتل؟ كأنه قاس تتكلم عن شخص ثاني. انت ما تعرفي سلام زين، خالص مطل ادرابه، هو يعرف عنه كل شيء. انا مستغربة، متعرف عليه عندي في المكتب ولا وفي نفس اليوم ويروح يتغدى عنده ضرب بلاش. لا هالكوكو تعورني. بي 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 بي. أنا يا ريتني ما سمعت شورك يا حارب. انت لا تغير الموضوع، انت لازم تشتكيبه علشان ما يكررها مرة ثانية. انت ليش ما تفهم انت؟ عمي حارب ايش السالفة؟ لا لا ما في سالفة ولا في شيء، بس انا باغي اثبت حق خالص مطر بس. لا لا حبيبي لا 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 عمي ارجوك، انا متنازل عن هذا الحق، عن لاتيني ضربه في الراس وهالمره عاد ينشطف شطفتين. انت ليش خايف؟ انت ليش خايف؟ البلد فيها قوانينها، البلد فيها امنها، اكيد احسن لك عشان لو ضربك مره ثانيه بتثبت عليه التهمه. مالك ما تفهم انت؟ نعم تتمنى لي ضربة ثانية بعد هيك؟ عقب مو علشان تلصق في التهمة. انت ما تفهم شيء ابدا، ما تفهم. ايش رايك تاخذها بدالي هالضربة؟ السؤال الاهم الحين هو ليش ضربك؟ وش اللي بينك وبينه؟ ارجوكم يا جماعة لا تلحوا علي بهذه الأسئلة، خلاص اللي صار صار. كيف اللي صار صار؟ نحن نريد نفهم هو ليش كان يلاحقك؟ وإيش هذا التاريخ اللي بينك وبينه؟ والأهم من ذلك يا أخوي يا سلام، ليش ضربته؟ أنا أريد أعرف بصفتي محامي حتى احتاط من السالفة. ها سلام، ليش سكت؟ إيش أقولكم بس يا جماعة؟ إيش أقولكم؟ هذا الرجال يا ناس مأذنني معذبني، يذكرني بالماضي اللي أنا أريد أنساه، طلبت منه يبتعد يغيب عني ما رضى، عاند وصار اللي صار. الله يهديك، بس لو كل واحد يذكرنا بالماضي ونقوم نضربه كان بنحصل كل الناس في الشارع ماشية مفلوعة. الظاهر أنه كان ماضي يفشل. الظاهر أنه ماضي قائم ويخاف سلام أن يعود له من جديد. وعلى ما يبدو لي اجلس مكانك. حاضر ابوي. حط الاحتمالات اللي تريدوا تحطوها على كيفكم سووها، المهم تسكروا على هذه السالفه. ممكن؟ لا ممكن. حشم فرقه شعبيه، وين طبولكم؟ انا ابغى اعرف الحين، تو ابغي اعرف انتوا ليش مصرين؟ ليش هذا الاصرار منكم؟ لان مطر خال عقيله وبعده موجود وممكن يجيك مره ثانيه، واكيد بيصير شيء بينكم. وفوق هذا بتظل عقدة الماضي تلاحقك، لأنك يا عمي سلام ما حطيت حد لهذه العقدة. تشوف الله عليكم، شوفوا مين يتكلم على العقد. أنا كنت يا عمي سلام معقد، ولكن بفضل الله ثم بفضلك تجاوزت محنتي لأني حطيت لها حد. هذا غير المشاكل المتوقعة من مطر وغير مطر. يعني انتوا مصرين تعرفون؟ نعم مصرين. ردت الفرقة الشعبية. انزين رشيد روح خبر ابوك وخليهم كلهم يجون هني في البيت ومعهم مطر. انت ايش تسوي؟ انت جالس تكتب من الصبح، تكتب اعترافاتنا ولا ايش انت؟ يا جماعة لو ما جبتوني معكم كان احسن. ابوي انا راسي غالي ترى، ما مال بلاش. انت خلي عنك الخوف، هو اللي طلب مثل ما وصيتك، أبغاك تشخلوا شخر قدامهم كلهم وقول كل شيء. كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء، ولا تخلي شيء وما تقوله، اتذكر وتكلم على راحتك. وإذا قدرت تزيد زيد على كيفك يا حارب. ماشي يا حارب يا حارب. مرة أبغاك تجيب الأولي والتاني وتخليهم يعرفوا كلهم من هو هذا سلام. Thank you.
قول يا مطر. هذا أنا جمعتهم كلهم. قول اللي تريده واللي هم جايين يسمعون. أنا أقول إنه ما يحتاج. بنتفاهم أنا وياك بعدين. بعدين. ليش؟ علشان تجلس كل شوية تأخذ ثمن سكوتك؟ ما لبلاش لا. قول يا مطر كشفوا على حقيقته وأي كلمة تعجبني أعطيك اللي تريده. شوي شوي على عمرك لطيفة. قولي لزوجك ليطيح حلقة. حارب حلقك ليطيح. وش أنت ولا كلمة كلب. أنت علامك مستعجل على هدام راسي. لا تخاف يا مطر لا تخاف إحنا كلنا معاك وسلام أعقل من إنه يضرك. انت بعد خالي مطر تكلم وخلصنا. سلام بصراحه كان عايش مثل الطفيلي ما كانت في قلبه رحمه لا على صغير ولا على كبير لا حرمه لا عجوز ولا ارمله. ظلم ناس كثيرين حتى الهوش حتى البوش مسلما منه كان يسرقهن ويتاجر بهن كان يقامر في حياة الناس وما مهم عنده من يعيش أو من يموت عيار ولص ونصاب. بس عاد بس اسكت تلنك جالس تتكلم عن جنكيز خانة وهولاكو. لا 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 هذا الوصف أقرب إلى شخصية تاريخية معروفة. اسكت انت اسكت اسكت. هي والله لا 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 اكيد هذا الكلام كذب. عمي سلام تكلم دافع عن نفسك. من غير ما دافع عن نفسي نعم انا كنت مثل ما قال واكثر. سلام انت ايش جالس تقول؟ سلام اظهر وبان وعليك الأمان. نعم أنا سويت كل هذا نصبت وتعيرت وظلمت ما أنكر سويت كل هذا وندمت عليه وتبت لحد ما التقيت بك يا هند تعلمت منك كيف أكون إنسان. زواجي منك غير حياتي كلها حبي للحياة خلاني إنسان ثاني إنسان أتمنى ولد وما حصله يمكن كان ذاك ولا يزال عقاب لي. حاولت أكفر عن ذنوبي حاولت أراضي الناس اللي ظلمتهم من اللي أعرفهم طلبت الصفح من ربي في كل شيء. ليش أنا جيتك يا حارب؟ جيتني علشان تقهرني وتعذبني مثل ما كنت تسوي زمان. لا يا حارب لا أنا جيت أطيب خاطرك لأني كنت أبهدلك زمان صح بس أنت للحين ما مصدقني وجات تسوي المقلب بعد المقلب وأنا ساكت. لا تخاف يا مطر أنا أشكرك. تشكرني مع البلاش؟ أشكرك لأنك جيت تكشفني قدامهم. هم الحين عرفوا سلام كيف كان مثل ما عرفوني الحين وكيف أتعامل مع الناس. الحين أنتوا قربوا كيف تشوفوني وكيف ممكن تتعاملون معي؟ ول 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 ول, ول. شفتوا كيف نعشنا بكلامه؟ فتحنا مسرحية وفيلم ومسلسل من 5 أجزاء كل جزء 400 حلقة. نعم وإحنا جالسين بطلين حلوق نسمعه. يعني أنت الحين ما مصدقنا؟ بصراحة كان جريء. هذه ما يسموها جراءة هذه يسموها وقاعة. أكبر جراءة أنه الواحد يعترف بعيوبه ويواجهها. أنت ما تعرفي سلام زين. سلام يقدر يغير كل شيء لصالحه. أنا بصراحة مستغربة من هذه هند كيف قادرة تعيش معه وهو بهذيك الحالة. بصراحة هند ما شافت منه إلا كل خير ومع كل هذا ما استحي يقول الكلام اللي قاله قدامها. أيوة
ترى هذه هي ايام سلام. سلام يقدر يضحك على اللي حواليه ولو كانوا 100. شوفوا عاد عيارته، شوفوا اوين انا من يوم عرفتش وتزوجتش اتغيرت كل حياتي. ايش هذا الكذب؟ ايش هذا النفاق؟ الحين انت ليش ما راضي تصدق الرجال؟ لاني انا عارفه زين لطيفو. انتوا ما شفتوا اللي انا شفته منه؟ سلام هذا ثعبان يتغير كل يوم بطريقه ولون. انسى خبرني، هو ليش طلب من خالي مطر انه يجلس عنده؟ والله هذه المره انا متاكد نعم انه بيفقش له عينه ويعطي اياها في دينه، وبتشوفوا واحد كذاب يعني كذاب ايش يطلع منه. ما البلاش لا باقي ذاك. وانت ما عندك الا مال بلاش يوز يا مطر يوز. تعرف انت تقول لي ان بنتعاون في بعض الاعمال، كيف يعني ما لازم اسال؟ بنتعاون في الاعمال اللي فيها فايده، اعمال الخير يا مطر. عندك حق، تغيرت الامور الحين. لهوش ولد ياي. يا جماعه الخير انا بتاخر، المواضيع هذه اظني ما الحين وقتها، وبعدين خلاص انتهت. كلامك صحيح يا نافع، نعم انها انتهت الحين، الحمد لله احنا في خير ونعمه، ما كذاك يا مطر؟ روحي ما اعرف، انا لا اعرف ان ما تنتهي كذي ببلاش. مطر اطلع القبل موجودك ويحرسك. انتهت اي ما ندلك. تهددنا بهالقبل، من يقول لنا ما انتهت ما دام فيها قبل؟ نافع انا حصلت لك الشخص اللي تريده كمحصل لديون الشركه. ايه بس محصل الديون لازم يكون شخص عنده مواصفات خاصه وخاصه جدا. تراها قدامك هذا الحصيني. هذا لا 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 مطر ما ينفع حق هذه السوالف. لا 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 هذا مرفوض اصلا. مرفوض كيف يعني؟ ما ينفع مرفوض كيف يعني؟ ها فهمون ايش السالفه عندكم؟ انا اخذتك يا مطر كمحصل ديون الشركه المستوجبه على بعض الناس. انا نعم انت، وانت عاد ما تتوصل، لسانك ذاك اللي لعلع واسلوبك اللي ما ينخدع ودمك الثقيل اللي ما ينبلع. انا احصل فلوس مال بلاش؟ وهذا اللي انا كنت خايف منه، عشان كذي انا اقول لا لا لا، من شر حاسد اذا حسد. اقول لك انا ايش ماكل عليك؟ ايش فيك معارض علي انت؟ نافع عنده حق، ما دام هاي حالتك انت ابوي. الفلوس اللي بتحصلها هذه فلوس الشركه والورثه، وانت لك راتبك ونسبتك بس. انا حاضر ومستعد. ما كذاك بس حاضر ومستعد، على كيفك. لازم نجلس مع بعض نتكلم وافهمك بكل شيء. حاضر من عيوني. سلام. هنا ذي الاكل ناصير بطننا صاحت ولا غيرت رايك؟ ما بتجيب لنا شيء؟ موجود ابوي موجود. ايه جماعه هاتوا الاكل، هاتوا ابوي، هاتوا اكل مال بلاش. ها رشيد تتعشى؟ لا شكرا، انا جالس اسوي تشاتينج مع بعض الاصدقاء الجدد. وليش تتشاتم؟ ما يجوز. نتشاتم؟ انا قلت تشاتينج يعني محادثه عن طريق شبكه المعلومات الالكترونيه الانترنت. شانتينج انسي، عقب بخليك انا مع الشانتينج. يلا شانتينج. ايش الرسالة هذه؟ مساء الخير يا متعجرف، الظاهر انك خذيت في نفسك مقلب. من راسل هذه الرسالة؟ المجنونة. هذا هجوم عنيف يا مجنونة، سوف أرد الصاع صاعين. ما دام أنك مجنونة فكلامك لا يؤخذ عليه. شانتينج. زين يوم انك رديت.
تراني قلت لك إنك مجنونة يا ثقيل الدم. قالت ثقيل الدم، أظن طبعي عجبها. الظاهر أني أنا غلطت وراسلتك. هذه غلطتي أنا، قل بوجهك أنا ما فاضي. كنه سكر فوقي. زين يا رشيد، وراك وراك لحد ما تعترف بالهزيمة. لا 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 أبدا بتاتا. تعيني ومطر محصل لدون الشركة؟ اهدى يا حارب، اهدى عشان نعرف نتفاهم. أي تفاهم؟ أنتوا ما حصلتوا إلا مطر هذا ما البلاش؟ سلام، تكلم يا سلام، قول شيء. أنا قلت رأيي ويهمني أسمع عقيلة. أنا أعرف أن أمور التوظيف ترجع لك بحكم المسؤولية الإدارية، بس هذا ما يمنع أنه إحنا ندرس الموضوع. ممكن نعرف سبب رفضك لمطر؟ الأسباب واضحة من غير ما تسأله. هذا باقة ياخذ الكحل من العين. كيف توظفوه محصل لفلوس الشركة؟ كيف؟ قولوا لي. أنا أقول أنه هو الشخص المناسب للمواصفات اللي يتميز فيها. أي مواصفات يا سلام؟ خبرته في النصب، في سرقة الهوش، في سرقة كل شيء. هذا نص، أنتوا كيف توظفوه؟ يا ولدي العام ما يصير. هذه هي الحقيقة، أنتوا تراكم ما عايشين في السوق. كم من مؤسسات تضررت بوجود أمثال مثل هذا اللي سمى مطر. يا حارب، اللي يسرق بياخذ جزاء. هذا إذا عرفنا إنه يسرق. كيف يعني؟ يعني في ناس تسرق بالطرق القانونية، تسرق وتحط غطاء علشان يحميهم، يا إنهم يطيحوها على صغار الموظفين، يا إنهم يكونوا بعيدين والفلوس توصلهم في حساباتهم. أنا أقول يا جماعة خير، خلونا في موضوع مطر. أنا جالس أتكلم عن مطر وأمثاله. هو صحيح خالش، لكن الحق حق. بس أنت قربته منك وسكنته في بيتك وتعاملت معاه من دون تفكير، ما كذاك؟ ها حرب، رد ولا كنت باغنى لغاية في نفس يعقوب؟ أنا سويت اللي قلت عليه علشان هو خالك، لكن يتوظف؟ من يضمن هذا؟ أنا أضمنه، وعلى مسؤوليتي لا تصرف أي تصرف خطأ. إيش تبغون بعد؟ قول كذاك، تكلمي عن كذا. خلاص، ما دام منه على مسؤوليتك أنا ما عندي مانع في توظيفه. أكتب عندك يا عمر وضمن هذا الكلام في المحضر. أدري أن يتوظف مطر على مسؤولية سلام. ما أخفي عليش يا أختي يا هند، بصراحة حالي وحال الكرسي واحد في هذا البيت. لا، وبعد الكرسي بالنفع يجلسوا عليه. يعني إيه؟ ما قصد شيء لطيفة، كنت أمزح بس. أنت كيف حسيتي إن حالك حال الكرسي واحد؟ حارب ما صار يهتم فيني مثل الأول، أحس إنه يتجاهلني. زين، ليش ما تسوي العكس؟ كيف يعني؟ يعني تراجعي نفسك وتهتمي فيه وفي نفس الوقت تقوي شخصيتك. يعني إيش أسوي؟ يعني تسوي اللي أقولك عليه بالضبط. اللي هو؟ سمعيني يا لطيفة. أكيد حارب بيقول عني كذيه وبيعارض. والله العم حارب عنده حق في مخاوفه منك. يا الله، حتى أنت بعد؟ زين عيل، ليش وافقتي أول؟ لأنه العم سلام متحمل مسؤوليتك لو صار أي شيء خطأ. يا أخوتي، ها هذاك سلام والنعم براعي. ولا خبرت، ما يحتاج نكمل. علشان كذا أريدك تكون قد الثقة. أكيد، وبالتأكيد المؤكد بعد. أقول عقيلة، في موضوع بغيت أكلمك فيه بصراحة. بدينا بالطلبات يا خالي، هذا اللي كان مخوفني منك. تعينا فيكم روحنا،
سرقنا ما عجبناكم، طلبنا بعدنا ما نعجبكم. زين زين، هات ها، ايش عندك؟ في قطعة أرض هناك في البلد معروضة للبيع، وفي موقع ممتاز جدا، وبصراحة بشتريها لأن صاحبها محتاج حيل إلى الآخر مرة. يا خالي، أنت عندك بيت تسكن فيه، إيش تريد لها الأرض؟ بيت بيت بيت، البيت اللي عندنا غاصب الحرمتين، ومشاكل الأولاد بدل ما تخف كل يوم تزيد. يعني أنت الحين تريد تفهمني إنك تريد الأرض علشان تبنيها؟ معلوم معلوم، علشان مشاكل الحريم تخلص. يعني أنت عندك فلوس هالبيت لكن ما عندك هالأرض، معقولة؟ لا ترى، الفلوس اللي باخذها من البنك مع الفلوس اللي عندي ببني في البيت، لكن الحين الأرض يا بنت أختي، الأرض بتسوي جناحات وبتطير بتطير عنا. إنزين عطني وقت. ها؟ وقت علشان أفكر وارد عليك. عيلبتي الأرض ما لبلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قول من رب رحيم. لا والله، هي هذه، هي هذه. انت يا لطيفة، ايش رايك فيني؟ جنية. انا جنيتك وزوجتك وتحت امرك يا حوحو، وتحت امرك يا حوحو. شايفتني كلب انا قدامك تنامين يا حوحو؟ حرام، ايش فيك انت؟ حوحو هاي دلع حرام. لا 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 لا، انا ما ابغى حد يدلعني بحوحو. بعدين لا تسوي نفسك كذا. ايه شوف شوف شكلك كيف. اعذرني يا حرام، انا ما كنت اهتم فيك ودلعك، لكن من اليوم ورايح. من اليوم ورايح ما ابغاش تسيف نفسك كذاك. عاد شوف شوف الحاله كيف، كانها رايحه حفله تنكر. نعم سامحني سامحني يا حارب. انا ما رحت عند الكوافيره، هند هي ابو عابلتني. اقول انها عابلتني زين. عاد اقول لطيفه، انت شفتي وجهك في المرايا؟ لا، ليش؟ روحي شوفي وانت تعرفي، جنية واحدة. من هذه؟ الله نبارك فيش يا حرمة السلام. الله يسعدكم سالفة. وانت ايش اللي خلاك تسوي معها كذي؟ هلكتني؟ ما عندها الا تشتكي؟ سوالفكم سوالف انتوا يا الحبيب. تفضل يا هنوت. الله عفوك. شكرا سلامة. شمي ريحته واعطيني رايك. الله ريحتها حلوة، وباين عليها انها غالية. بس ايش؟ انا يكون شاكه في شيء؟ لا ابدا، بس انا شفت حلقه في التلفزيون ان زوج جاب لزوجته هديه حلوه وغاليه، وبعدين اكتشفت انه يريد يتزوج عليها. غبي وما عنده اسلوب. كيف يعني؟ قصدي انا ما مثله، انا طريقتي غير. كيف يعني طريقتك غير؟ أنا على طول بقول لك ليش هذه الهدية. أي يلا تكلم، هات قول ليش جايب لي الهدية، تكلم يا بسرعة يلا. شوي شوي علي بنت الراوي، خليتين مثل ذاك اللي منشف رجل البنات. ومن هذا بعد اللي منشف رجل البنات؟ هذا اللي سميت واحد قالوا له أنت منشف رجل البنات. إيه؟ راح المسكين وسألهم كيف، قال من كثر ما يتفلن في وجهك. انزين أنت خبرنا الحين ليش جايب لي الهدية؟
أريد أسوي لك عملية، أقصد عشان العملية. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ما فيني شيء، سلامتي أنا بخير. وأنا بعد سلامتي، ولو أنت في العملية بتكونين الأساس فيها. سلام؟ خوفتني؟ تدخل في الموضوع؟ زين فتح الباب له. أي باب؟ باب الموضوع. المهم أنا الله يسلمك كلمت البروفيسور اللي أخذ فحوصاتنا وسافر، وقال إن بنسوي عملية طفل الأنابيب. كيف؟ مثل ما سمعتي. لا قانونيا ما يستوي أعطي خالك مطر سلفة من الشركة يا بنتي. بس هو الحين موظف فيها، وبعدين هناك في بند يسمح بالسلفيات في الشركة. اي بس هو لحد الحين ما خلص حتى اسبوع في الشركة، هاي اولا. ثانيا لازم يكمل 3 أشهر. ثالثا هو يحتاج لكفيل. اذا ايش الفرق بيننا وبين البنوك؟ الفرق الرسوم البنكية والتأمين. انزين، واذا قلت لك انه انا ممكن اجيب لك قرار استثناء من اولاد العم حارب وسلام، ممكن ياخذ السلفية؟ في ذيك الحالة أقول لك أنك أنت لازم تكفلي لضمان السداد. ما سوينا شيء، بعدها طاحت على راسي. لا 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 لا، أنا لازم أشوف طريقة ثانية وبسرعة. ما سمعت ردك. ها؟ خلاص خلاص، أنا برد عليك في وقت ثاني. ايش رايك فيني؟ لا الحمد لله توباهية، احسن من اول. اول كان رعب، والله خوفتيني. على الله نعجب وتهتم فينا شوية مثل ما انا مهتمة فيك. انا ابغى اعرف ايش اللي صار بالضبط علشان يصير هذا الاهتمام كله. قولي. اصلا انتوا الرجال ما يعجبكم شيء البر. تو فهمتني. اظهر وبان وعليك الامان. قول ان في هناك طلبات باغتنها وانا ما عندي خبر. خلا هاتي علومش، قولي ايش اللي يدور في راسك. كلمي قولي. اللي يدور في راسي انك صرت يعني ما مثل اول تاخذ رايي في امور حياتك وشغلك. علشان ما اخذ رايش قمتي وفضحتيني وكشفتيني قدام سلام وزوجته، ما كذاك؟ ايش اسوي؟ غصبا عني صدقني، وانت كنت ما تفهمني. لكن خلاص من اليوم ورايح ان شاء الله بتحصلني حريصة ذكية وما حد مثلي. والله عقب نشوف. هند ما رديت علي، ترى الدكتور ينتظر اتصالنا. اتصل فيه وخبره انه ما اريد نسوي العمليه. عزل انك جنيتي. احسنت، اقصد سرعتي. يا هند ليش انتظر هذا الامل من سنين؟ ليش نتردد الحين؟ بعدين الدكتور يقول لي ليش هي ما موافقه. بصراحه انا سمعت امور غريبه وعجيبه عن هذه العمليات وما اطمن. لا تصدقين كل اللي تسمعينه. بعدين الله يهديك، احنا بنسوي العمليه في بلد اسلامي عربي، ناس تعرف الحلال والحرام. يقولوا ان هذه العمليات تكلف فلوس كثيره، لا واحيانا تطلع لك بدون فائده. سلام، انا سمعت عن واحده سافرت هي وزوجها عشان يسوي العمليه وتم الحمل، وتمت هناك 3 أسابيع. في الاسبوع اللي ردت فيه سقط الحمل. هذا الله مقدر لهم، شو نسوي بعد؟ واحنا اذا سوينا العمليه وما طلعت الفائده هذا نصيبنا بعد، ايش نسوي؟ اما من ناحيه الفلوس لا تشيل الهم، عندنا والحمد لله. بعدين هاي الفلوس من تبينا انا اورثها؟ اورثها الحاره؟